واحد يقول القديس أنبلتونيوس كان في مبدأ عهده لحياة الرهبنة كان يداوم على حياة النفس، كان يتعلم من حياة النفسات الذين يراهم، فكيف نقول عليه أول الرهبان وكان يوجد رهبان قليلا؟ لا، هؤلاء النفسات لم يكونوا رهبانا بالمعنى المفهوم، يعني ناس بيتمسكوا بيتعبدوا او بيزهدوا في الدنيا لكن ما كانوش رهبان، بدليل المرأة اللي قالت لأنبلتونيوس لو كنت راكب كنت تدخل في البرية الجوانية. فالرهبان بمعنى السكان الجبال طول حياتهم يعتبر أنبلتونيوس أب الرهبنة وأب الرهبان، لكن نساك على حافة القرية لا سكنوا في الجبال ولا في البرية ولا عاشروا الوحوش ودبيب الأرض، لا طبعا مجرد نساك، كلمة ناسك غير كلمة راهب. كلمة راهب تحوي داخلها النسك، لكن الناسك لا يحوي داخله الرهبان، يعني كل راهب ناسك ولكن ليس كل ناسك راهب. ففي ناس متزوجين وناسكين،